الله وبركاته. كل تحية وتقدير المتابعين قناة عبد الجبار، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم إخوتي الكرام. أخوتي اليوم عندي لكم فيديو في ولاية البيض. نشوفه كل يوم يزور الإنسان مكان. سامحوني أخوتي ما رانيش مبارطاجي معكم في الفيديوهات، للأسف الشديد راني كنت في الدار، الخدمة مازال يعني مبديتش، راني ديباني مع واحد تاني فرج ربي العالمين. كل يوم ندير لكم فيديو في بلاصة. بلادنا الله يبارك شاسعة قد ما نقدر نوصفها لكم، ما نقدرش نوصفها. إنسان دائما كما العادة في التأني سلامة في العجل، لأن هذا عدنا الله يبارك مناظر في قمة الروعة. تشوفوا هذا الجبل كامل انت حجر، عم نديروا له الشبكة هذيك بما نطيحش الحجر، راه في طريق الإنجاز. الأماكن هذو أماكن صخرية. البيض الله يبارك أنا خدمت فيها، المهم عندها واحد 10 سنوات والله تغيرت بزاف، وكانت هذه طريق، كانت طريق وحدة ونسيتها خلاص، وكنا نخدم في الطريق. أنا كنت نخدم الأوروبي، كنا نخدم حتى في وسط المدينة. البارع دخلت المدينة والله ما لقيت روحي، خلاص مانيش عارف روحي لا راني طالع والله هابط. حنايا كنا نخدمو عينة الصفراء البيض نجيبو السلعة، قلت لي خلاص مانيش عارف روحي حتى هذه الدورة وين تدي والله نمشي وخلاص. كنا نخدمو عين الصفراء نجيبو القرافي والرمل هنايا، ومن بعد نوليو نخدمو لداخل في وسط المدينة، نخدمو في الطابي، نخدمو المهم نعرف أماكن. أماكن والله لا نسيتهم خلاص، يعني سبحان الله العظيم. وكنا بكري برونو تاع بكري، وكانت الخدمة حلوة، وكنا كري في واحد الحمام اللي هنايا، يعني بقاتنا غير ذكريات. سقسيت على آخرين هنايا، المهم بعد والله ما عرفتهم، يعني ما عنديش يعني نقمة تاعهم قد قد، وما عنديش ناس خدمت معاهم، راني مدة 15 سنة بالك ذوك يشوفوني ولا تشوفهم ما نعرفهمش. راني نحوس على الأماكن اللي بوسط على روبي اللي كنا شارجيو منه. المهم في الكاتشوما وين دور العين الصفراء وقصر الشلالة، تغيرت خلاص لدرجة يعني قلت هذه الطريقة أنا عمري ولا مشيتها. لوزين هذا كان ما كانش هنا خلاص. دخلة تاع الجامعة تاع البيض، الجامعة المحكمة الكبيرة هذيك، يعني سبحان الله العظيم تغيرت البيض. ما بكري البيض تقول هي دائرة ماهيش ولاية، كانت هي وتيسم سيلت، يعني ما همش ولاية خلاص. يعني قلت هذه أضرار بشار عين الصفراء، هذه هي طريق لبيو سيدي الشيخ، هذه هي الرونبو اللي كنا ندورو معها، والبسطة لاروبيرا كانت خلاص. وذوك انا نكمل الكاف الأحمر، المهم نخرج في سعيدة بوك طب الكاف الأحمر ونخرج للسعيدة. هذه بشار شحال أضرار 842 كيلو، الكاف الأحمر 35، بوك طب 52. ما كاينش بلاصة باردة قد البلاصة هذه. دروك رانا في مارس، وقت تشوف راهي 11 درجة، واحد الريح باين زي الكاميرا هذا اللي فيه نخدم فيه شوفاج الكتريك، يعني امام الكاميرا راقد ويمشي الحمد لله رب العالمين. وإنما يقلق الشوار تاعو، يعني كي تعود الشوار فيه ما تقدرش تركض.
ماشي. قصة هذه كيف صارت لي؟ كنا نخدمو في عين الصفراء، يوم عدنا فياجو نجيو نروحو، في يوم من الأيام كنا نمشي كانوا الناس تاع كوبا هذو اللي يغرسوا الأشجار ومزروعين يخدموا يفرقوهم عمال، ومن بعد نجيو احنا ويجيو يجيو واحد مولا كات سانكات يهزهم، يهز 3-4 ويزيد يمشي يزيد يهز 3-4، المهم الطوموبيل هذيك تعود تكركر، المهم يدوبليني وبعد يزيد انا مشارجي ونمشي بالعقل، يزيد يدوبليني. الخطرة الأخرى كان الكرافي بكري ما كانوش يخدموا بالطابي، كانوا يخدموا بالريفيتايم هذيك تاع يديروا الزفت التزفيت هذاك، ومن بعد يوليو يديروا الكودرون. المهم بعد كي يروحوا تقعد الكرافي في الطريق، الوقت اللي كاينه بلاصه كيما هذه البلاصه تلقى تمشي شغل الواد، وبعد يفرشوا البوطون منه ومنه كيما راهي هذه. وفي النص هذه قلت لكم هو يعود في النص تاعي قد ويمشي بزاف وديرابي، الوقت اللي ديرابا يخبط في الروضه تاع الكاميو وهو مسرجي بالعباد. المهم دارت هذيك الطوموبيل تفرشها كيما دوكا دارت وراحت انقلبت لي خلاص يا ودي نشوف العباد مساكن. انا من الخلعه هكذاك ما قدرتش نحبس، وليت المهم وليت جيت لبراش، ما هذه واحد الكيلو من وين مع طريق بالطب هذه مع طريق لاباج سيدي الشيخ، جيت لقيت واحد البراج قلت له دير راني قست واحد الطوموبيل ما على باليش لا راه موتى ولا حيين، رجعنا ليهم خليت كيمي هنايا كلاطات لي روضه دخلوا لي يعني هذاك النهار مشوم خلاص، رجعنا ليهم جات لهم بيرونس هزوم يا اخي جابها يعني ربي العالمين سلامات، بصح دقدقوا واحد الدقديقه هذاك النهار ما نساش خلاص، وقبضوني بيت في لابريكاد ما حبوش يطلقوني هونك على بالك واش ما يصرى لهم ولا انا يعني نخدم هنا في الاولى بيو سيدي الشيخ. نخدم هنا بصح شدوني حتى يعني سلكوا هذوك الناس الغدوه وقيلة والله مانيش عارف، وطلق رب العالمين صراحي والله العظيم ديت واحد الخلعه وجامين ننساه. ومن بعد شوف ذاك المكتوب تعين مول الحمام هذا اللي كايرين له حنا يسكنوا جيران توعنا واحد منهم من الجماعه هذو اللي لقاسو ولينا تسامحنا وطلب منهم السماح، وانا يعني ما ظلمتهمش والله دير بات بهم طوموبيل، بس على الانسان مادام بلاك ربي العالمين تقاسو مع اخرين لازمك مهما كان تلي راك غالط، وخاصة نقولوا الدم نقولوا يغلب الانسان كيعود انا ما صرالي والو هما تقاسوا تولي يولي هما ضحيه، لا بغاهم نقولوا هما لا غالطين والله. كانت في الإفطار تشوف سيركيلاسيو وتشوف في رمضان وتشوفو طريق تخوف ما تلاقيش حتى مع واحد.
خاصة عنده مكان خاص، طبعة خاصة هكذا في ال تخاف منهم في الليل، احنا تكون تمشي في رحمة رب العالمين ومن بعد تلاقى مع واحد يلقى الصاب القدام ويخرج فاس فاس فيك. هذه المصيبة انا عليها ما نحبش دائما بلايس تاع الرمل، انسان بلايس الواعرين كامل، انسان يتمشاهم في النهار الليل صعيب بزاف. هذه معمرة الخيم بتو داني لطيف، خوتي المماهلات العشوائية هذه راهي أول حاجة دقدق الماتريال، ثاني حاجة كثر لي زاكسيدون، ليش تقلق يعني مش مليحة خلاص. لازم الإنسان كي يخدم مشروع يخدمو تاع الصح، ماشي أنه اللي يقبضو دانا راه يدعي لك بالشر. دودانا تجي تيق المدرسة تجي وحدة ما يجيوش ثلاثة ولا أربعة، شوشو قداش حال يعني ذوق تجارة اني فايت على كل مجموعة تلقى أربعة خمسة ورا بعضهم بعض، تقول ما على باليش ورانا. نرانا دخلنا الخيثر، هذه كانت غاباتهم الشجرات كامل ماتوا، يشوف يعرف يزربوا لك القصان يقصوه. لا إله إلا أنت. مرحوم سيدي بالعباس تلمسان، تلمسان 200 كيلو
انا لو جانتي ان شاء الله الوهران العباس معسكر وهران. نجيب جبت الواحد فايجة تاع شعير من البجاية سعيدة ما زادت لي 78 كيلو. اليوم الجمعة جمعة مباركة للجميع إن شاء الله ربي قدرنا ونزور أماكن أخرى في الجزائر. يعني بلادنا الله يبارك شاسعة بزاف. شوفوا خوتي هذه الطريق راني اول مره نمشيها في حياتي، يعني قد ما خدمت عندي قريب 27 ولا 28 سنه خبره في القياده ومازال كاينين بلايص مازال ما نعرفهمش. كنت نخدم البيض، خدمت البيض عين الصفراء مشريه، رحت حتى لتندوف النعامه بصح هذه لالين هذه ما بين، ورحت للسعيده معسكر بس مو بصح هذه لالين ما بين البيض وطريق الخيثر وبوكطب والكيف الاحمر ما مشيتهاش، ثم عندي عليها معلومات هكذا وخلاص. والبيض كنت نمشيها من هي على جيت افلو الجلفة والروح. مشيها تاعو عرفتو راح يدور. راني نعست شوية، لقيت بلاصة هنايا قاري فيها نرقد شوية ومن بعد نكمل المسار تاعي. شوفوا خاوتي كي انسان يرتاح شويه من بعد يسوق بيان فورم ما يعياش، اما بيعود الانسان نعسان ويسوق راهي كارثه كبيره. هي دار مسؤوليه كبيره عند الله وعند العباد. اول حاجه تحافظ على روحك، ثاني حاجه حافظ على الاشخاص اللي راهم معاك في الطريق. والانسان اللي يعود صايم خاصه كي تعود تسهر شويه ما تقدرش تظل خدام وزيد تبات قاعد، لازم الانسان يريح شويه. هنا الحدود نتاع الولايات ما بين بيض وسعيده، خاوتي الدودان هذا غير يكره السفر تكره النهار اللي زدت فيه. معليش ديروا نورمالمون دودانا وتكون محترمه الناس كامل تنقص فيها. صح هكذا كنت طلع بريمير ينصل الكاميون. اليوم كي تشوفوا هبار كبير. غرك من هنا وروح ما بنمشيها. السفيدة هذه دخلت لواحد السيد هنايا جبت له فياجة تاع شعير هذه في العام اللي فات دخلت منه. هي كبيرة سكان سفيد كامل كبير وصغير، ناس كرموني الله يبارك عندهم وجود وكرم كبير المناطق هذه.
23 كيلو سعيدة معسكر وهرم. نرى بدأت الحالة تخضر شوية للوقت اللي فات اللي كنت فيه مع الغبار. شوفوا الجو شو كارثة. بدأت تحيا الحية شوية، كانت الأرض حمراء يا لطيف. نرى صب المطر، خيرات ربي بيجعله عام خير ورحمة الأمة علينا والأمة الإسلامية يا ربي. البلايص هذي خدموا فيهم نخوتي، الأماكن هذه دائما الإنسان شوف متر من هي ولا أكثر، متر ونص تغلط تروح. هذه نورمال ما يديروا لها بلاكة، تتمشى 40-30 لخر. هذا الانحراف عم يخدموا. خرجتها سعيدة حوالي ما زدت لي 10 كيلو والله. هنا نورمال يديروا لهي دو دانا والله زوج او صايا. شوف هنا ثلاثة، هي ثلاثة ولا هي ثلاثة ولا أربعة. هنا الماتريال يتكسر، قادر تصير حادث اكثر من نقولوا يجي يدخل في الرامبوال او الباليه. وراه كاينين البلايك، راه كاينين الانسان والله يا ساعات انسان ظهره يتقرط وتحس في روحك استهزاء. هذا مش على بالي حنايا ما عندناش ثقافه مروريه في الجزائر، بصح مهما كان انسان يكون شويه والله ساعات تلقى 13 دودانه 14 دودانه ورا اختها. خضرت شوية لا بأس، رحمة ربي إن شاء الله يبارك خير. تيارت وهران معسكر الجزائر العاصمة.